محظية تحولت إلى إمبراطورة قوية للصين العظيمة. حكمت بلدها بيد من حديد لمدة 47 عاماً لتحول الصين من دولة لا تزال عالقة في العصور الوسطى إلى دولة مرشحة لأن تصبح قوة عالمية. بدأت كمحظية للإمبراطور لتصبح بعد سنوات قليلة وصية على ابنها الصغير، إلا أن حمى السلطة قد جعلتها أيضاً غير قادرة على الابتعاد عن مقاليد الحكم لتعين ابن أختها إمبراطورا على الصين بعد وفاة ابنها. عن الإمبراطورة الأرملة تشيسي نتحدث، وعنها اليوم سيكون هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة. ندعوك فضلا وليس أمرا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله. عاشت الإمبراطورة تشيسي ما بين 1835 و 1908. بدأت حياتها كمحظية للإمبراطور تشانفينغ، ولقد كانت فتاة ذات حظ كبير حيث استطاعت تشيسي أن تنجب للإمبراطور طفلها زايشون سنة 1856. وبطبيعة الحال فلقد زادت مكانتها بشكل كبير بعدما أنجبت ولي عهد الصين. وعندما بلغ ابنها زايشون 5 سنوات فقط توفي والده الإمبراطور تشانفينغ، وبالتالي فلقد أصبح الطفل الصغير زايشون إمبراطورا واتخذ لقب تونكسي. أصبحت تشيسي بذلك الإمبراطورة الأم، ولقد عملت شيئا فشيئا على الإطاحة بمجموعة من الأوصياء المعينين من قبل زوجها الإمبراطور الراحل. هكذا سيطرت تشيسي شيئا فشيئا على دواليب الحكم في الصين، وأشرفت على مجموعة من الإصلاحات في زوجها الراحل الرئيسية، ويرى الكثير من المؤرخين بأن هذه من البداية كان من شأنها الإطالة في حكم سلالة الحاكمة في الصين. الغريب في قصة هذه المرأة يتساءل أنها أطاحت بالأوصياء الحقيقيين على ابنها، فإن هذه الكلمة تعني اللطيفة أو المبهجة أو زوجها الراحل الرئيسية إلى إمبراطور أنهما كان الفيديو الذي تحدثنا فيه عن أغرب معايير الجمال عبر التاريخ، حيث معرفة الإمبراطور السيسيان بأنها كانت تطير بعض فرها بطريقة غير عادية، وبأنها كانت تحني الكلمة تعني اللطيفة أو المبهجة القيمة. ومما لا شك إلى إمبراطور كانت السيسي الفيديو الذي تحدثنا فيه عن أغرب معايير الجمال عبر التاريخ، حيث معرفة الإمبراطور إلا أن حياتها بأنها كانت تصير أبو فيها بطريقة غير عادية، حيث توفي وهو في 19 من عمره، لم تكن باهظة القيمة. ومما لا تبتعد عن دواليب الحكم بعد أن مارست السلطة بطريقة مطلقة لمدة 14 عاما، ابنها كان منها أنذاك في عدم وجود أي وريث آخر لم تكن طويلة معينة، حيث توفي ابن أختها 19 من عمره. كان ذلك سنة 1800 أن تبتعد عن دواليب الحكم بعد أن مارس السلطة بطريقة مطلقة لمدة 14 عاما، فإن اختيار الملك منها أنذاك في عدم وجود أي وريث آخر في رغبتها في أن تظل هي الحاكم الفعلي للبلاد. وبالتالي فلقد فرضت الإمبراطورة تشيسي ابن أختها بالقوة على كل الصين، وكان هذا الإجراء مخالفا للقواعد التقليدية، فإن اختيار الملكة تشيسي لهذا الطفل بالتحديد كانت منوطنة في رغبتها في أن تظل هي الحاكم الفعلي للبلاد. في الأمر أن فلقد فرضت الإمبراطورة تشيسي ابن أختها مع قوته على كل الصينيين، حتى بعد أن عينت ابن أختها إمبراطورا للقواعد التقليدية التي كانت موجودة في أسدن، وعادت أن تصف هذه المنصرة بأنها محتملة جداً، وبأنها كانت في الأمر أن عاقلة وحكيمة. تواصلت اتحاد هاتين مع زوجتيها الإمبراطورة بعد أن عينت ابن أختها إمبراطورا الذي كانت علاقتها ب1881 جداً، بعد ذلك ما توصف هذه الأخيرة بأنها محترمة حادية، وبأنها كانت في موجة من التحديث وأدخلت الكهرباء الصين، وبدأت في تعديل الإمبراطور الراحل، حتى أيضا في حرب مع أولنسان الذي كانت سنة 1881 وفيتنام. بعد ذلك مر الوضع على حكمها للبلاد بطريقة الإمبراطور الصغير سنة في تلك الفترة في موجة من التحديث، فأدخلت الكهرباء الصين، وبدأ التوتر بينهما، وبتأثير أيضا في حرب مع كانغزو في مؤامرة الاختيار لعمته على الحدود بين الصين وفيتنام. استمر الوضع على حاله حتى بلغ إثرها وضع الإمبراطور كونغزو تحت الإقامة الجبرية، فيما هرب مستشاره إلى اليابان. ومنذ تلك الحادثة وبتأثير من مستشاره بطريقة مطلقة في مؤامرة الاختيار لعمته، تم الحاكم حول الإمبراطورة الأملة التي استطاعت أن تنجو بالصين من عدة أزمات. وفي سنة 1900 تحت الإقامة الجبرية أعلن
ثم هرب من مستشفاه إلى اليابان، منها من ومنذ تلك الحادثة استأثرت الإمبراطورية بالحكم بطريقة مطلقة، ولقد احتشدت المخبرين الحاكمة حول الإمبراطورية القتالية التي استطاعت أن تمكننا من عدة أزمات، وفي سنة 1800 أعلنت ولقد واصلت سيشي في حكم الصين بيد الحديث إلى أن أحصت بقوة وفاتها سنة 1908، لم تكن هذه الإمبراطورة بأن يلتقط لها صورة الحكم بعدها الإمبراطور الذي حاول اغتيالها والذي كانت على حد ذلك الوقت في الإقامة الجبرية. ولقد واصلت سيشي في حكم الصين بيد الحديث إلى أن أحصت من أمرت بفاتها سنة 1908، لم تكن هذه الإمبراطورة تستقبل لأن يرث الحكم بعدها الإمبراطور الذي حاول اغتيالها والذي أمر إلى حد ذلك الوقت بأن يرث الحكم من بعدها. ومن أجل ذلك يقول من العمر عامين فقط، وهي من أمرت إحدى الإمبراطورات حيث أنه توفي قبل يوم واحد من وفاة الإمبراطورة، هكذا ضمنت سيشي بأن غريبتها لم تذهب إلى كل حديثة. كما أمرت أيضا ريحة الفراش بأن يرث الحكم من بعدها ابن أخيها يبلغ من العمر عامين فقط، ونتمنى أن تكون هذه المعلومات قد أفادتكم عليه. هكذا توفيت هذه الإمبراطورة القوية ليصدل الستار عن فترة غريبة من تاريخ الصين الحديثة. وهكذا أيضا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أعزائي أن يكون قد أعجبكم، ونتمنى أن تكون هذه المعلومات قد أفادتكم. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة.